عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن العنصر اللي أضافوه الجديد اللي هو حفلة بيتزا أو بيتزا، حنتكلم عن خصائصه وكيف طرق استخدامه وأماكن تواجده. أول شيء عندك الندرة، ملحمي أو بنفسجي، تمام؟ أما تيجي تستخدمه لازم تسوي الحركة هذه، ترميه عشان تفك معاك العلبة. وسط العلبة 8 شرايح، تمام؟ كل شريحة خلينا نشوف كم تعطينا درع. يقول لك تناول شريحة، عندك واحدة، الشريحة الواحدة تديك 25 درع، الشريحة الثانية تديك 25، بعد كده ما تقدر تستخدم. الدرع يملي لك 50 فقط لا غير، تمام؟ لاحظوا هذا الشيء. طيب أما تيجي تعبي دم، يقدر يعبي لك دم فل. لاحظوا دحين، يعني هذه البيتزا تديك دم ودرع. لاحظوا، طيب احنا دمجنا نفسنا، خلينا نشوف هيعبي لنا ولا لا. ايوه يعبي لك فل، تمام. طيب اما تيجي تبقى تشيل معاك الشرايح، يعني العلبه ما ترميها وتفكها، ما ترجع تطبقها ثاني، خلاص. يعني اذا انت دمك 100 ودرعك 50، خلي العلبه معاك ولا تستخدمها. ليه؟ لانك لو فتحت العلبه ما ترجع تطبقها ثاني. طيب اما تيجي تبغى تشيل، شوف خلينا نشوف قديش يشيل. طيب في كل خانه حيشيل معاك 2، لاحظوا كيف؟ يعني حيشيل لك مكان، فخلي العلبه اذا انت دمك ودرعك كويس لا تستخدمه، تمام؟ طيب اماكن تواجده عندك هنا، عند الشخصيه هذه اللي هنا اللي هي راس الطماطم، اللي هو بتلتد، لاحظوا المكان عشان تعرفوا اذا انت تبغى تاخذ او تيجي تجربها في هذا المكان. طيب بكم يبيعها؟ ب50 ذهب، مره كويسه. طيب في اماكن تواجدها كمان في الدروبات، في عندك في الصناديق، بس حتلاقيها مره قليل، لانه اي عنصر يجي جديد تلاقيه يعني نادر شويه انك تحصله. فاذا انت تبغى تستخدمها وتجربها، تعال عند الشخصيه هذه واشتريها منها ب50 ذهب، مره كويس، تمام. صراحه السيزن هذا، يعني السيزن هذا ضبطوا مواضيع الدرع والدم، يعني عندك البخاخ، عندك البرميل حق الدرع، عندك حاجات مره كويسه للدروع والدم. الشيء الوحيد اللي ما ضبطوه اللي هو الاسلحه، صراحه لو رجعوا الاسلحه القديمه السيزن هذا حيكون افضل سيزن مره عليا، تمام. يعني الماب حلو، كل شيء فيه تمام الا الاسلحه. ان شاء الله يكون المقطع عجبكم، وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد. كده وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.